بكم جميعا، اهلا وسهلا بكم في الحقيقه مع سيف. تحياتي ليكم جميعا. زي ما شفنا ان الدواعش بتمسك الاسلحه وبتبدا ان هي ترهب الناس، النهارده هنشوف دواعش بس من نوع جديد، بس احنا بنحب ندلعهم وبنقول عليهم بلطجيه. الكارثه في الموضوع ان البنت هي اللي بتعمل كده مع امها، والمصيبه الكبرى ان الجيران ما اتدخلتش في الموضوع. ايه القصه وايه التفاصيل؟ تعالوا بينا نشوف الفيديو كامل الاول وبعد كده نرجع نحكي الحكايه. زي ما شفنا كده اربع وحوش بشريه بيبداوا ان هم يكسروا الباب، ولكن الباب ما اتكسرش، ولكن احنا بنشكر النجار الكريم اللي هو قدر يعمل لنا الباب المصفح ده، اللي هو قدر يستحمل الاربع دبابات البشريه دول. ولكن في المقابل على الناحية التانية كانت الأم بتصرخ وبتحاول إن هي تستنجد بالناس، ولكن إن الجيران ما تدخلوش في الموضوع. القصة باختصار شديد كده إن البنت بعد ما أبوها مات ابتدت إن هي تحاول تقنع أمها إن هي تبيع الشقة، ولكن أمها كانت بترفض رفضا قطعا جدا، وكانت بتقول لها دي الشقة اللي حمياني، دي الشقة اللي فيها ذكريات اللي خلفتك فيها، انا لو بعتها انا هروح فين؟ لو انت استحملتيني شهر ولا شهرين مش هتستحمليني التالت ولا الرابع، لانك انت برضو ليكي اسرة وليكي اولاد، فخليني قاعدة في شقتي لحد لما اموت، وبعد كده ابقي خديها زي ما انت عايزة. ولكن البنت هنا صممت ان هي تبدأ تتخانق مع الام وتبدأ ان هي تنفذ كلامها، ولكن هنا البنت ابتدت تتخانق مع الام، الامر اللي وصل ان هي ابتدت تمد ايدها عليها، وفي كل مرة كان الجيران بيبدأ ان هم يتدخلوا ما بين الاتنين، ولكن كانت الام بتبدأ ان هي تصالح بنتها او بنتها تبدأ تصالح البنت. الامر بقى اللي خلى الجيران ما تتدخلش في الموضوع ده، لان البنت ابتدت تتخانق مع الجيران، وطبعا انتوا عارفين الخناقات بالسباب والالفاظ، وان كان الامر في البيت لا يطاق، عشان كده ان الجيران ما تدخلوش في الموضوع. اما بقى عشان كده الجيران ما تدخلوش في الموضوع، لان هم طالهم من السباب ومن الخناقات كتير جدا. اما بقى لو كانت البنت دخلت الشقة طبعا وطردت امها برا، طبعا لو كانت البنت والبلطجية اللي معاها طردوا امها من الشقة، قانونا ما كانش ينفع ان هي تستولى على الشقة وتبيع الشقة، لانها في عرف القانون بتاعت والدتها، الا اذا ان هي كانت ناوية الشر وكانت داخلة عشان تقدر ان هي تمضي امها على البيع او التنازل ليها للشقة. وفي الحالة دي برضو ان كاميرات المراقبة رصد الوضع ورصد الحالة، وكان هيعتبر ان حالة الامضة اللي مضتها الام كانت هتبقى بطلة. ولكن الدرس المستفاد اللي احنا نقدر نستشفه في الموضوع ده، ان من العيب ان انا اعمل كده، وان طبعا ليس من الدين ومن الاخلاق ان انا اطرد الام بره الشقه عشان خاطر انا اقدر استولى عليها، حتى لو عندي اخوات ما ينفعش ان احنا نعمل كده، وان الام عليها غلط كبير جدا، لان في كل مره ترجع تتصالح مع بنتها، وان الامر كان لازم يتدخل في القانون عشان يوضح حل للمساله دي. شكرا ليكم وتحياتي للجميع.